نروح بقى لخبر تاني مهم قوي، وده خبر مهم ايضا يخص النادي الاهلي. ارسل النادي الاهلي خطاب الى الاتحاد المصري لكره القدم يطالب فيه التواصل مع الجهات الامنيه للموافقه على الحضور الجماهيري بالساعه الكامله لكافه المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد التجارب العديده الناجحه على مدار الموسم الماضي والدور الكبير لرجال الامن الموقرين الذين يستحقون التحيه والتقدير على الجهود التي بذلوها وكان وراء النجاحات التي اعادت الروح للملاعب من جديد. وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاحات المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة أنها لن تتأخر كعادتها في تلبية الطلب لحضور الجماهير بالساعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورا رئيسيا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري وتحديدا قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية وراء مساندة الجماهير لها. ده خبر مهم جدا. ليه خبر مهم جدا؟ خلي بالكوا هنمج لكم الخبر ده او الخطاب ده مع خطاب تاني، وبعديها هنعلق على الخطابين مع بعض. كمان ارسل النادي الاهلي خطابا الى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. كما استفسر الأهلي على لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها، وكما إذ كان هناك تعديلات جديدة قد طرقت على نظام البطولة المعمول بها في الموسم الماضي، جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليا وقاريا. دول بيانين النادي الأهلي أرسلهم لاتحاد الكرة، وهنا أنا عاوز أعلق على الخطوات اللي بيقوم بها النادي الأهلي قبل بداية الموسم الجديد. حقا ما فيش شك أن الجهات الأمنية حريصة كل الحرص وتعاونت مع اتحاد الكرة وربطة الأندية في الموسم الماضي في الدوري والكاس وكمان في المباراة الأفريقية اللي كانت بالساعة الكاملة. فاكرين طبعا مباراة الأهلي والرجاء والأهلي والهلال. وطبعا نتمنى أن اتحاد الكرة والربطة يواصلوا العمل والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الساعة الكاملة في المباريات الموسم القادم، لأن الجمهور هو اللي بيدي طعم للمباريات. مفيش كورة من غير جمهور. الجمهور او الجماهير بتدي صوره حضاريه بحضورها للمباريات، مع التاكيد طبعا على الالتزام بالتعليمات والاحترام المتبادل. انا يعني رؤيتي او رؤيه كاي حد مشجع بيشوف الدوريات اللي في كل حته في العالم بما فيها الدوري السعودي في الوقت الحالي، الجمهور هو طعم الكوره، هو الملح اللي انت بترشه كده على الاكله عشان يديك طعم حلو. القيمه التسويقيه لاي دوري في العالم هي بنسبه المشاهده والحضور الجماهيري. ده اي قيمه تسويقيه في العالم، مش الكرة بس. خلي بالك المسرح اللي من غير جمهور هو كده ما نجحش. المسرحية دي ما تنجحش. تنجح امتى؟ لما يبقى ليها حضور جماهيري. نفس الكلام الافلام نسبة المشاهدة والحضور في السينما. وبالتالي الكرة العنصر الاساسي والاول فيها هو الجمهور. الشكل بتاع المباراه من غير جمهور تسويقيا بيتباع رخيص. عشان تبيع غالي ويبقى عندك منتج دوري مصري تبيعه بسعر عالي لازم الحضور الجماهيري. انت كمصر يعني اعلى نسبه مشاهده في الوطن العربي وافريقيا، مش تعداد سكاني بس، لا، حب الناس وشغفها للكوره وللرياضه بشكل عام مختلف عن اي حته تانية في العالم. فبالتالي الحضور الجماهيري شيء مهم جدا جدا جدا، والكلام فيه مهم جدا جدا ولازم نفضل نتكلم فيه. والاهلي اعلن تقديره لتعاون الجهات الامنيه معاه ومع المنظومه كلها، وموافقه الجهات الامنيه ده شيء مش عادي، ده شيء مش سهل، واكيد الجهات الامنيه كلها عايزه الجمهور يرجع وحريصه على تطوير الرياضه في مصر. فبالتالي ليهم كل الشكر والتحيه والتقدير، ومنتظرين ان شاء الله نشوف موسم جاي بحضور جماهيري بالساعه الكامله، لان ده هيفرق في الدواخل بتاعه الانديه. دخل الانديه نفسه هيزيد جدا في الفتره اللي يبقى فيها حضور جماهيري. وفي انديه كتير جدا، انديه جماهيريه تحديدا يعني، الموضوع هيختلف معاها تماما بحضور الجماهير. نتمنى ان شاء الله نشوف موسم فيه حضور جماهيري بالساعه الكامله.